السلام عليكم. اليوم الخميس 4 جويلية 2024. Aujourd'hui, jeudi 4 juillet 2024. الحلقة 351، إبيزود 351. أنوفو لافير بن بركة en juillet 2024, numéro 2. Les prévisions de Mohamed Achachi. Mohamed Achachi était au Cap 1 le véritable patron des services spéciaux. C'est lui qui faisait tout, absolument tout, dans les services du Cap 1. Les événements d'elle, les événements sanglants du 23 mars 1965 à Casablanca, qui avaient fait des centaines de morts, des centaines de décès avec des balles tirées dans le dos, avec des balles qui ont éclaté les têtes. Le roi Hassan II avait convoqué dans son palais les responsables sécuritaires du pays, les Houma Tleta, le général Mohamed Oufkir, le commandant Ahmed Limi et le commissaire divisionnaire Mohamed Achachi. هذيك النهار جينا انا والصديق ديالي حميدة اجدين، جينا مع محمد عشعشي في لافواتور دو سيرفيس حتى للبالي رويال ديال الرباط. بقينا كنتسناوه الدخله ديال دخلنا البالي وبقينا في واحد البلاصه. مشى هو دا معاه لي دوكيمون لي وجد ومشى ديريكت من بعد ما جا تقريبا واحد ساعتين من بعد جا بدا كيحكي لنا سو كي سيتي باسي. قال لنا بان هو لو شيف ديتا افي سافوني لو جينيرال اوفقير et avait savonné également le commandant Ahmed Limi.
il avait demandé le plan HHI, اللي كان موجود اللي تسلم ليه الروا في ديسمبر 1964، وصنع له هذاك لو بلون وعطى الفو فير باش يبدا في التنفيذ. لو شيف دو ليتا avait insisté pour que cette affaire soit confiée totalement à Mohamed Hachachi. Cette affaire اللي كانت كتسمى من قبل لو بلون هاش هاشي حتى تسمى اوبيراسيون بويا بشير، يعني العملية لاختطاف مهدي بن بركة. محمد العشاشي avait tout prévu. Après la mise à l'écart du général Oufkir et de Ahmed Limi, Mohamed Al-Chachi était disposé à se lancer dans cette opération Bouya Bachir avec 10 de ses proches collaborateurs et 40 policiers des opérations techniques, c'est-à-dire 50 policiers en tout du CAV 1, 10 000 la contre-subversion, 40 000 les opérations techniques. Le 27 mars 1965, بدات العملية ديال اوبيراسيون بويا بشير. في هذيك الوقت كان مهدي بن بركة تمشي بزاف في الجزائر، وكان لو بلون اللي كنا وجدنا في ديسمبر 64 كنا وجدناه باش نخطفوه في العاصمة الجزائرية، يعني في ألجي، وكنا موجدين في العاصمة الجزائرية واحد لاجون ديال لا كونتر سوبرسيون اللي عايش في لونتوراج ايميديا ديال المهدي بن بركة داخل الفيلا اللي كيعيش فيها، هو تعمل طباخ وتدير الحلويات. كان اسمو جيلالي بالكاهية، كنا كنقولوا ليه بوجلول.
وكان عندنا واحد لاجون اخر في واحد لافيرم 55 كيلومتر من العاصمة الجزائر، في واحد الفيلاج كيتسمى بير توتا، بير توتا الموجودة في الطريق الرئيسية ما بين العاصمة الجزائر وما بين بليدة، وفي الطريق قبل ما توصل بليدة كاين مدينة بوفاريك عاد بليدة. فهاد الفيلاج ديال بير توتا كان فيه في لا كومبان ديال الفيلاج كانت واحد لا فيرم كبيرة اللي كان تيجيريها ان اوتر جون ديال الكاب ان، تا هو امبلونتي في التريتوار الجزائريان. هذا كان اجون امبلونتي في بير توتا في هذيك لا فيرم، والاخر كان اجون امبلونتي في فيلا اللي كانت يعيش فيها المهدي بن بركه. من بعد جوج اسابيع ديال لافيلاتور وديال لي طابل ديكوت تليفونيك، تبين لينا بأنه كانوا كيديروا يوميا دي رابور في لو كاب ان او نيفو ديال ديبارتمون دو لا كونتر سوبفيرسيون. دارت واحد لا بيرمانون سبيسيال فيها تليفونات معطيين لي زاجون لي خدامين على برا في هاد لافير، يوميا كيعيطو التليفون للرباط و تيديرو لينا ان كونت روندو ديال لا جورني ديال بن بركه. جوج الاسابيع من بعد فاش توصلنا بهاد التليفونات وهاد لي زاجون، اخترا في الاسبوع هاد لي زاجون عندهم الشافات ديالهم، الشاف ديال واحد الجروب ديال 20 اجون اللي مكلفين بلا فيلاتور ديال المهدي بن بركة. هادو عندهم الرئيس ديالهم هاد 20، وهو لوفيسي دو بوليس ادجوان ميلود تونزي اللي كان هو الضابط الوحيد اللي غادي يتحرك في هاد القضية، وغادي الوقفاش غيتحرك بلو بسودونيم ديالو ديال شتوكي. ولي زاجون الاخرين اللي كانوا مكلفين بلي طابل ديكوت وب وبالكوري ديال المهدي بن بركة، كان عندهم الشاف ديالهم وهو لوفيسيي دو بوليس محمد مدغري علوي.
محمد الدغري العلوي وميلو التونجي كانوا كيصيفطوا خطره في الاسبوع التقارير ديال لا سومين، كيصيفطوهم بالاسم ديال حميدة أجدين، المطار ديال الرباط والمطار ديال الدار البيضاء. حميدة أجدين كانت تمشي كل سبت لواحد من هاد المطارات باش كيجيب منو داك الكوري وتيسلمو لوفيسي ديال لا بيرمانونس سبيسيال لي تيخصو يدير ابارتير دو سي رابور ديال هادوك لي رابور كانوا كودي، تيخصو يدير ليهم ان ديكوداج عادي يوجدهم في المكتب ديال محمد العشاشي. هادشي نهار الاثنين مع 9:30 ديال الصباح، العشاشي من الوقت اللي فات يجي للمكتب يلقى هاد المعلومات عنده في المكتب ديالو. هاد التقارير اللي كانوا كيجو بينوا لنا بأنه هو المهدي بن بركة كان تعيش واحد الأزمة مالية، كان تيخصو ديبلاصا أترافيغ لو موند، ولكن الميزانية اللي عندو ضعيفة بزاف، ما تسمحش ليه باش يدير هادوك لي ديبلاصمون. حنا كنا كنجتمعو في هذوك العشرة ديال لي بروش كولابوراتور ديال محمد العشاشي مع لو كولونيل مارتان، كنا كنجتمعو شاك لندي، كندير واحد الاجتماع في ساعة ديبي ديال لابريميدي، كنناقشو فيه جميع لي بوان لي كاينين في هادوك لي رابور لي كيجو من برا. من عرفنا بأن هو المهدي بن بركة عندو أزمة مالية كبيرة، واحد من دوك العشرة طاحت ليه الفكرة ديال لو فيلم باستا، قال لينا تيخصنا نقدمو المهدي بن بركة لو بروجي دان فيلم اسمو باستا. هاد لو فيلم خاص لا كولونيزاسيون ولا ديكولونيزاسيون، غادي يكون فيه المهدي بن بركة هو لو كونسيي هيستوريك، بواحد القدر كبير ديال المال باش يطمع ويطع في الفخ. هاد الزميل ديالنا اللي كان من دوك العشرة مو هاد الفكرة، وهو أوفيسيي دو بوليس محمد مسناوي، بانت لينا كاملين الفكرة مزيانة وقررنا باش نديرو ليه هاد لابروبوزيسيون باش نوصلوها لمهدي بن بركة، ولكن تيخصنا نوصلوها ليه على طريق واحد الفرنسي من المعارف ديال المهدي بن بركة،
منين قلبنا في لي دوسي ديالنا بان لينا بان هو واحد الفرنسي اللي يقدر يقوم بهذه المهمة. هو واحد الصحفي كان في المغرب في الأول ديال الخمسينات في أيام الاستعمار. هذا غادي يقدم المشروع ديال البروجي باستا المهدي بن بركة. وفعلا هذاك صيفطنا لي دو جاجون اللي غادي يتفقوا مع هذاك الصحفي اللي كان في إذاعة المغرب. اتفقوا مع هاد الثمن اللي غيخلصوا ليه وعلى لافونس اللي غادي يعطيوه. هو تا هو كان فرحان بهذا المشروع لأنه هو كان سير لاباي، ما كان عنده ما يدير. مين اتفق معنا هاد الصحفي أعطيناه لا موتي ديالو ديال الكونترا ديالو، أعطيناه إن أفونس ديال 50%. وتكلف المهمة، دار واحد الدور كبير لأنه هو عرف كيفاش يقتنع المهدي بن بركة. ودار معاه باش غادي مقابل لذاك داك العمل غادي تخلص 20 مليون سنتيم، فيها اون افونس ديال 50%، يعني 10 مليون سنتيم غادي يشدها في 29 أكتوبر 1965 على براسي ليب دو باري، ملي غيتلاقى افيك لي سينياست في لابراسي ما بين 12 و1 النهار. هاد الصحفي الاسم ديالو ما حضرش، انا عرفت السميه ديالو، فيليب بيرني. فيليب بيرني هذا هو اللي كان صحفي في الاذاعه ديال المغرب في الاول ديال الخمسينات، الاذاعه ديال الراديو هذيك الوقت ديال الاستعمار، ما كانش لا تلفزيون في الديور. هاد لا بروبوزيسيون دارت المهدي بن بركة جوي لو مو دو جوان. في المو دو جوان فاش قرر باش غادي يدير هاد الفيلم باستا اون تونك كونسيي هيستوريك، مقابل 20 مليون.
فيها عشرات المليون، هي بالدافونس لو 29 اكتوبر 1965 على براسري ليب دو باري ما بين 12 ووحدة النهار. هاد فيليب بيرني غادي يبقى كيتصل بميلو تونزي لاجون ديالنا اللي كان موجود تقريبا شاك سومان في باريس. هادوك لي كاتر تريون فرونسي كانوا ساكنين في المغرب من سنة 1962، كانت عندهم لاكارت دو سيجور، وكانوا معروفين بأنهم لاباس عليهم دوري الحركة مزيان، لأنه كانوا هما لي باترون ديال كاتر ميزون كلوز، جوج في الرباط، وحده في المحمديه، وحده في كازابلانكا. فهاد الشهور كاملين من جوان حتى اكتوبر غادي فيليب بيرني هو وهادوك لي تريون فرونسي اللي في المغرب، هادوك لي تريون يدخلون كاب ان كوم دي سينياست، وغادي يعطيهم اون افونس ديال 50%، وغادي يبداو كيتلاقاو خطرة مع المهدي بن بركة، وفي كل ما يتلاقاو معاه كيكون حاضر فيليب بيرني، وتيكون حاضر ميلو التونزي، وتيكون حاضر أنطوان لوبيز اللي تيخدم في المطار ديال أورلي. في الوقت اللي جا لا فيلا الكوموندون احمد ليمي، تو الموند ايتي سوربري، لان هو حتى شي حد ما كان عارض عليه، وحتى شي حد ما كان عارف بأنه هو غادي يكون موجود هذيك الليلة في لافيلا ديال بوتسيس. لأن هو كان هو عنده مهمة في الجزائر، وصفت شي نهار ولا يومين قبل صيفط لو كوميسير برينسيبال عبد الحق عشعشي باش يحضر مع خوه في باريس باش يتعاون معاه في هاد المهمة.
غادي نوقف هنا هذه الحلقة، إلى اللقاء إن شاء الله.